هي كده جاهزة. ايه ده؟ البلين جاي علينا. ايوه شايف. البس الماسك عشان ما يعرفوناش. قربت توصل لهم، هتوصل لهم، انفخ معايا. باتر فلاي افكت. ايه ده؟ نور لي يا ابني النور على المبنى كده. هما بيعملوا ايه؟ وقف عندك يا ابني انت وهو. ايه اللي هيطور؟ حفرتك دماغه. ما تجلجنيش بالله عليهم. يا عم ما تقلقش يا ابني كده وكده. ايه يا استاذ ده مجنون ده ولا ايه؟ يا غبي انت بيزود الموضوع. الفلانة اهي. شكلها شبكة في حاجة مش طايلها يا حزلقوم. طب يلا اطول واطول. اطول كيف؟ زي ما بتكبر الناس تولي. حزلقوم انت بتقول ايه؟ بقول لك مش طايلها. طب اطلع اطلع فوق السور. ما تجلجنيش بالله عليك. اطلع بدل ما فرتك دماغك. ده كده وكده طبعا. لا حقيقة. ايه؟ يا عم ما تقلقنيش يا عم. تقلقني مين؟ بص 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 طول ما انت ماسك في الخنصر واللنصر مش هيحصل لك حاجة. يلا. اوعى تسيبني يا حزلقوم. يا عم انا بهزر معاك. ايوه بتهزر. انت بتهزر في اوقات غير مناسبه. ما تسيبنيش بالله عليك. مش هسيبك اطلع. ماشي. خطر اللي بنعمله ده خطر. انت جدع. يلا. يا حزلقوم. ما تقلقنيش بقى امسكها. ما انا ماسكك اهو. جدع. قفش المفتاح. الحمد لله. قفشته. الحمد لله. انت الصور ده صنع الصور. انت عالصور حول. مش قلت انا كنت حزف او جاتها المناسبة. ايه البلالين اللي في ايده دي؟ شاطة. ايه ده؟ مجنون. ده بيرمي العين من فوق. هو ايه ده؟ انا بصورك. الحمد لله لقيت المفتاح. الحمد لله. هو فين طبازي؟ الحمد لله لقيت المفتاح. الحمد لله. فين طبازه؟ بعته مشوار. مشوار؟ انت كنت فوق السطح. وديته فين؟ الحمد لله لقيت المفتاح. انا عارف طبازه راح فين. هو في مكان افضل اكيد. ما ينفعش يبقى هنا عشان ما ينفعش القط يمسك مفتاح القرار. قرار سليم. اكيد خد الفلوس وهرب بعد ما عملنا له. زي القطط ياكل وينكر. يا جماعه حرام عليكم. ما تقطعوش فروته. الراجل ما يجوزش عليه الا الايه؟ الايه؟ الحمد لله لقيت المفتاح. طب افتح يا عم حزلقوم. ماشي يلا. مش عارف افتح. ما تثبت عشان تفتح. اتنين اثبت عشان تعرف تدخل ام المفتاح. روح يا عم انا اكسايتد. وانت يا عترة بتعمل الحاجات دي؟ ما هو سن بتاع الحاجات دي. اللهم صل على النبي. اللهم نعمل معانا الرابع خلاص. الله 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 الله. تعالي الحضن بابا يا حبيبي. ترى شايفين شايفين شكلها ازاي؟ جميل بالاخضر. اخضر؟ تحلبي. انت طلعت تحلبي. افتح ام الصندوق خلينا نشوف ايه اللي جواه. اصطبر. اكيد لا هتروح زهوتها. معقوله بعد كل اللفه دي نشوفها كده؟ اتفضلوا قدامي تحت نتفرج عليها كلنا. وننده وتوازي يتفرج معانا. ايه؟ الحمد لله لقينا المفتاح. يلا يلا يا رب. شاطر شاطر. متحمسين؟ متحمسين متحمسين. يلا يلا. الله. مش حاسس في شغف. ممكن تقولوها في نفس واحد؟ واحد اتنين تلاتة. متحمسين. كيوت. طيب امسك اعصابك يا ابني. يلا بص ايدك لو سمحت. يلا
إيه الفضول هيموتك صح؟ لا أنا اللي هيموتني إني عاوز أخش الحمام. اخلص. طيب احنا مش مستعجلين، روح خلص واحنا اخلص يا حبيبي. لا عشان ايه حزنجوه؟ يلا يا ابني ورينا الكنز والنبي. يلا ما تجببناش. هتموتوا تعرفوا جوايا ايه. لا خلاص 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 خلاص، ما عايزينش نعرف يا عم. لا خلاص خلاص خلاص، والمصحف اول. خلاص اخلص يا عم. خلاص يا عم تعال. استغفر الله العظيم يا رب، طالما رجعتوا تبقوا هتموتوا تعرفوا. ولا يلا اخلص اخلص يا عم. مش انا اللي بتكلم يا عم، تكلمش. ايه ده؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هينا في ايه؟ انت صحيح صحرا الصخر ليه؟ انا غطك عزوزه؟ انت جاهل يلا؟ ده مش اي غطا عزوزه، ده دوخ ملايين من الناس. الغطا ده وراه جدون.